مساك الخير يبا. اهلا وسهلا. يا هلا والله يبا. نبي سالفة عمتي الله يرحمها يوم تضيع براس. ليش عمك؟ عمتي الاولى. ايوه انا الله يغفر له راح روح لغراس مجموعة من البناتها يهض اسمه تحضير يهض النظرة. ايه يهض النظرة انا من غراس ولا صار انا بكل عنز تروح لها على طول. ثم الحين جت الغنم وهضلنا غنمهن يمشي من النفوذ بحولات على الدعيس. جت واحدة من البنات خوياته يقول له ترى عنز ما هضرت اختي الله يغفر له يقول له صغيرة السن صغيرة حديثة صغيرة مرة لكن فيه ما شاء الله لباه وكل يوم تهضل عنزة. الشاهد رجعت لدراسة بتهضل عنزة واللي قالت إن عنزة ما هضرت ما تأكدت العنز مع الغنم هاضلة بس ما شافته وقالت لها هذا الخبر إن عنزة ما هضرت. رجعت لدراسة أهم ما يهم عنزة يوم أخذت شوي هضرت كل الغنم راح لهالهن وعنزنا جت للبيت خلص البيت تعلم قال سبوي لبوي العنز هذا جت لكن البنت ما هضرت البنت ويني ما جت مع العنز. أبوي قال اليوم بهذا الوقت الله يغفر له ما يشوف قال الله الفراس عنده ولد انت أظن بشي يمضي وأبوي رحيل الراس على طول هيوي يا أبوي رحل الغراس. الشاهد قبل هذولا هي يوم راحت الغراس ركضت الغرفة يسر الله نطحت بغرفة فيها ناس يطحنون عشاهم عقب الأخير أو بصات الأخير يطحنون عشاهم. يوم تنحر هذا الغريفة ذي قالت متى بنته؟ قالت أنا بنت إبراهيم الراس عرفت تكلمين قال قديم هذا وش تبي؟ قالت عنزي مخضرات قال بك تجي عنزي تلحين بس اجلسي هنا الله يجزاهم خير. يجلسون عندهم يطحنون عشاهم العشي يطحنون اجت عندهم بأمان عند أخلاف الحمد لله. يوم أخذوا شوي يمكن ساعة الله أعلم أو ساعة لربع ويجي أبوي هو أمي كلمت مسكين اليدين يبحثون عن البنت وصبهم الله على الغرفة ذي اللي بها البنت ما بغسهم كلافة. دخلوا الغرفة فيها نور بسيط سريج مسرج ما أنا كهرب كاليوم كم له الكلام يبقى ذا؟ هذا يمكن الله أعلم له 70 أو 80 سنة يمكن حلوه بحدود 80 بالضبط. الشاهد قالوا حنا بي البيت أنا بشوفون البيت قدامه عند يطحنوا جالس ما شاء الله ونطحنوا طيب ما دخلها من هل جاويد هذولا من هل غراس الله يجزاهم خير. أي وين البنت؟ قوموا سلمي عليهم صغيرة تحبها أبوي تحبها أبوي ودعوا لهذا الطحون اللي يطحنون يطحنون على الرحاء. الله المستعان. الرحاء هذه يعني بلد يدور. إيه إيه. دعوا للي جت عندهم وقال كثر الله خير وكم تشكرون. و تجي البنت أنا مبسوط بس حصروا البنت ما أشوف يده. إيه كم أبو كهرة. ما أبو كهرة ما أشوف يده أبدا. مسكوا البنت طلعوا بها من عندهم. الله يدعون لهم وهم ماشيين الله يجزاهم خير ويبارك فيهم. أيوة. وشو انا اموت؟ مثل قاسي فلانه الله يغفر له توفيت بعد. من هي ذي فلانه الله يغفر له قالوا وش قالت؟ قاس عنزت ما ضرت ورجعت لدراسه اجيب عنزي. قال ابوي ابوي انا اموت كيف العنز؟ الكلام انت احنا انزعجنا والحمد لله اذكر عندنا ذهب. ايه شنو بيدينا ذهب؟ ايه كم واحد يحب الصعب ذهب؟ ايه غائب يحبونها ابوي وامي قليلا بنتها. ايه قليلا مؤدبه ما شاء الله عمرها 6 سنوات او 7. الله المستعان هذا امرك اليوم. يمسك الى ابوي يلمس وما يشوف الله يرحمه يلبس الذهب اللي بيده. ايه ويرجعوا للبيت معهم البنت الحمد لله فرحين به طبعا ما كانت لا ذياب ولا اسباب ولا شيء. لا فيه ذياب ففك الله من الذياب. فيه ذياب من سعره
وفي شيء بعد اعوذ بالله ياكل ايه يفرسن اعوذ بالله ايه لا نسبس نمشي لبس سلاح ثياب والله المستعان والثاني بعد ما درسهم بعد مثلهم كل هذول ياكل الناس الله المستعان شوف هذا ايه فالحمد لله الحمد لله وفرت البنت ورجعت بامن ومان بامن وامان الله اشكره والله ابوي وامي دعوا لبراس ان يطحنوا عشاهم ان الله يغريهم وييسر امورهم ويستر عليهم كما انه محافظ على بنتنا بل جوه وقال له يدوري عنزز جلسوها عندهم عارفين انه ضايع اي والله صغيره ما تعرف صغيره اي ما في شك صح الحمد لله الله يجزاك خير يا ماما.